هي حركات لازم تعلمها قبل المغامرة في ركوب الأمواج، فهذه الرياضة محفوفة بالمخاطر وتتطلب ضبط مجموعة من التقنيات، وهذا بالضبط دور علي مؤثر محترف بسيدي كاوكي منذ سنوات. يجب التنفس والطفو جيدا على الماء والإدراك الجيد للتيارات. بالنسبة للخوف يجب التغلب عليها، لأن ركب الأمواج أمامه بضع ثوان ليقرر البقاء على قيد الحياة أو الموت. هناك بلايص اللي فيهم جراف اللي صعاب باش تسير فيهم، اللي تكثروا فيهم ليزاكسيدون. الوغ خصو يجي هو الاول في السرحه، خصو يشوف السبوت كيفاش داير، عاد من بعد يدخل في العمره باش يسير فيه مزيان. على يمين الصوره راكب امواج محترف جاء من فرنسا رفقه صديقه الذي سيجرب لاول مره رياضه ركوب الامواج، وبالطبع جمله نصائح يجب التقيد بها. أول شيء يجب القيام به هو مراقبة حالة البحر والأمواج والتيارات وطلب مساعدة راكبي الأمواج المحليين. بعد ذلك التأكد من حالة لوح الركوب وملائمة نوعه مع مستوى الراغب في ممارسة هذه الرياضة. إذا وضعنا كل هذه الاحتياطات جانبا، فشاطئ سيدي كاوكي رغم الإقبال الكبير الذي يعرفه فهو لا يتوفر على معلم للسباحة ولا على زورق للإنقاذ. وحدهم أبناء المنطقة يتكلفون بنجدة السياح في حالة غرق أو ارتطام بالصخور.